السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير واموراتكم مزيانه. ومرحبا بكم في قناه وصفات شيماء. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم بيني بطريقه سهله وبمكونات بسيطه، كيجي رائع بهذه الطريقه هذه وكيجي هشيش. وكنتمنى ان شاء الله الى عجبكم تجربوه وبقوا معايا باش تشوفوا التتمه ديال الفيديو. بالنسبه للمقادير اللي انا غادي نحتاج في هذا البيني، عندي 6 الكيسان تاع الفرص مع شويه ديال الملحه، عندي جوج المعالق كبار ديال السكر سنيده، جوج المعالق كبار تاع نيدو، معلقه كبيره ديال الخميره ومعلقه صغيره ديال الخميره الكيماويه، عندي ربع كاس ديال زيت المائده. صافي، هادو هما المقادير اللي انا غادي نحتاج في هاد البيني هذا، وبقاو معايا باش نوريكم المرحله المواليه. صافي، بالنسبه للمرحله المواليه غادي نجيب القصريه ديالي اللي انا غادي نعجن فيها. غادي ناخذ اول حاجه الفرص مع الملحه كما كتشوفوا معايا، 6 الكيسان مع شويه ديال الملحه. غادي نزيد عليه نيدو، جوج المعالق كبار، غادي نزيد عليه جوج معالق كبار ديال السكر سنيده. بالنسبه للحلاوه على حسب الذوق ديالكم، ربع كاس ديال الزيت. صافي، وغادي نزيد الخميرات بجوج، خميره الفوريه والخميره الكيماويه. صافي، وغادي نبدا نعجن في البيني ديالي. في نفس الوقت انا كنعجن وانا كنزيد في مويها دافيه، الماء ما يكونش سخون بزاف، يعني يكون بين وبين، يعني ما يكونش سخون بزاف باش ما يقصحش لكم العجينه، يعني يكون دافي. صافي، انايا غادي نبقى نعجن في العجينه ديالي حتى نكملها في الدليك، ونرجعوا ان شاء الله باش نوريكم المرحله المواليه. كيف ما كتشوفوا معايا، صافي انا غادي نخلي العجينه ديالي ترتاح ليا واحد 10 دقائق بحال هكاك، حتى ترتاح ليا مزيان باش تسهل عليا في التشكيل ديالها. دابا انا غنخليها ترتاح ونتلاقاو ان شاء الله باش نوريكم المرحله المواليه. صافي، بعد ما ارتاحت ليا العجينه ديالي مزيان، صافي غادي ناخذها دابا غنبدا نقسمها هكا على شكل كويرات صغار على حسب القياس اللي بغيتو نتوما والقياس اللي غادي تقدو تسرحو. صافي، غادي نقسمها كامله كيف ما كتشوفوا على هذه الطريقه هذه كما كتلاحظوا معايا. صافي، وغادي نستمر في الخدمه ديالها حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي كما كتلاحظوا معايا لهذه الطريقه هذه. صافي، فاش غادي نكملها غادي نخليها مازال ترتاح واحد المده باش تجيني سهله فاش نكون كنخدم فيها. وبقوا معايا باش نوريكم المرحله المواليه. صافي، بعد ما كملت كاع الكميه اللي عندي كيف ما لاحظتوا معايا، غادي نخلي العجينه ديالي مازال تزيد ترتاح ليا واحد 10 دقائق فحال هكاك، غادي نخليها حتى ترتاح مزيان عاد ان شاء الله غادي نصوبها. صافي، بعد ما رتحت ليا العجينه ديالي غادي نبدا نشكل فيها. غادي ناخذ اول وحده، غادي نرش واحد شويه ديال الفورس. صافي، وغادي نبدا نسرح فيها بالمدلك على هذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا. خاص العجينه ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه بزاف، يعني تكون بين وبين حيت مازال غادي يزيد يخمر يعني وغادي يضاعف الحجم ديالو، وباش ما يجيكمش غليظ من الداخل، يعني يجيكم خاوي من الداخل كيف ما كتلاحظوا معايا. يعني سرحوها مزيان، صافي بنفس الكيفيه حتى توصلوا للنتيجه اللي نتوما بغيتوا كما كتلاحظوا معايا.
على قد هاد السمك هذا كيف ما شفتوا. صافي دابا غادي نجيب القطاع ديالي. بالنسبه للقطاع كيبقى الاختيار ديالكم، الا بغيتوا ديروا البيني ديالكم صغير يمكن لكم تختاروا داك القطاع الصغير وتقطعوا به. انا اختاريت هذا. صافي غادي نبقى بنفس الطريقه كنقطع في العجينه ديالي كامله كما كتلاحظوا معايا، وحاولوا القطاع تضغطوا عليه مزيان باش يقطع لكم العجينه مزيان، يعني ما تبقاش لاصقه كيف ما كندير انا. صافي غادي نبقى مستمره بنفس الشكل حتى نكمل كاع العجينه. ولا بقات لكم هكا لاصقه جيبوا هكا شي موس وقطعوا لها دوك الجناب باش ما تبقاش لاصقه لكم في الدائره اللي نتوما يا درتو. صافي دابا غادي نجيب واحد القطع هكا صغير على حسب القطع اللي بغيتو نتوما والدائره الوسطانيه اللي غادي ديرو. غادي ندير بها هكا دائره صغيره الوسط. الا بغيتو تخليوه يعني عادي خليوه ماشي مشكل، حتى هي كتجي زوينه. صافي غادي نبقى مستمره بنفس الكيفيه بنفس الطريقه حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي.
بعد ما كملت كاع الكميه اللي عندي في التشكال وكاع العجينه اللي عندي كملتها، كيجي الشكل ديالو على هاد الطريقه هذه كيف ما كتلاحظوا معايا. صافي دابا غادي نخليه يرتاح ويزيد يخمر ويضاعف الحجم ديالو لمده 20 دقيقه في حال هكاك. غادي نخليه حتى يضاعف الحجم ديالو ويخمر ليا مزيان ويوصل داك القوام اللي انا بغيت ان شاء الله. عاد غادي نبدا نطيب فيه. صافي بقاو معايا باش نوريكم المرحله المواليه. صافي بعد ما خمر ليا البيني ديالي، خديت هنا واحد شويه ديال الزيت اللي خليته سخن مزيان. صافي غادي نبقى نرمي وحده بوحده كيف ما كتشوفوا معايا. ما تقلبوش، خليو حتى يبان لكم تنفخ وسط الزيت، عاد قلبوه يبان لكم ولا اللون ديالو مذهب من التحت، عاد قلبوه ديك الساعه باش يجيكم من الداخل، يعني ما يجيكمش معجن، تخلوه يعني تحل مزيان من الداخل كيف ما كتلاحظوا. صافي انايا غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي ديال العجينه، ونتلاقاو ان شاء الله باش نوريكم الشكل النهائي ديالو كيفاش كيجي. صافي بعد ما كملت كاع الكميه اللي عندي، هذا هو الشكل النهائي ديال البيني ديالي. كنتمنى ان شاء الله تجربوه، راه كيجي رائع وكيجي بنين بزاف. ولا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك من كومونتير ومن اشتراك، واهم حاجه الضغط على الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالي. وعلاش لا، الا عجبكم المحتوى ديال الفيديو تبارطاجيوه مع الناس اللي كتعرفوا. وبالصحة والراحة، وشكرا لكم بزاف، وفي أمان الله.